هذا سميناه احنا مالتي ايميتر ترانزستور، وهذا عاده احنا بنسميه الاوتبوت. شفنا الجيت هذه كانت عباره عن الفانكشن تاعتها الناند، لها بيج ادفانتج عن الدي تي ال انه ريموفال اوف تشارجز من البيس اوف تي 3 لما بدي اعمل سويتشنج من ساتوريشن للاوف كان فيري فاست. حاولنا نعمل رف استيميت وات از ذا سبيد اوف تشارج ريموفال، اخذنا الانيشال كرنت. الانيشال كرنت في الدي تي ال كان بحدود البوينت 8 على ال 5 كي، كان بحدود ال 1.160 مايكرو. لما حسبناها هون طلعت ولا هي in the range of tens of milliamperes. هذا حسبناه المرة الماضية. بعدين شفنا one speed limitation لسه باقي عندي، اللي هي the rise time of the output. The rise time of the output بتحدد the speed of charging this equivalent capacitance، اللي هي عادة تتشكل من اولا الـ output capacitance of this transistor و الـ stray capacitances of the connection lines and the input capacitances of the driven gates. فكانت عندي الـ tau تاعتها هي الـ RC، والـ R هي الـ R تاع الكوليكتر. فالR كوليكتر هذه I tend to or I want to decrease it as possible عشان يعمل very fast charging للكاباسيتنس. لكن بالمقابل this R I need it to be very high. متى؟ لما بدي ال T3 يدخل على الساتوريشن. كل ما كبرت الار اللي هون كل ما دخلت التي 3 ان ساتوريشن فاستر. لما بدي اطلع من الساتوريشن على الاوف اي نيد ذس ار تو بي از لو اس بوسيبل، فبدي اغيرها. صارت عمليه كونتراديكشن، مره بدي اياها عاليه مره بدي اياها واطيه، فانتقلت من هون الى وات. هذا كنت اسميه انا باسيف بول اب، بدي احوله الى اكتف بول اب. فالاكتف بول اب كونفيجريشن انجبرنا نحط الاوتبوت ترانزستور اللي هو تي 3، وعلى الجهه الثانيه اي نيدد ان اكتف اليمنت سميته انا تي 2 وحطيته هيك باللحظه الاولى. And I want these two transistors to be working in opposite directions for the switching. When T3 I want it to go off, I want T2 to go on. والعكس صحيح. When T3 I want it to go on, بدي T2 يكون off. حتى يحقق اللي كنت بدي اياه هون. When I want to go off, بدي هذا يكون very low. لما هذا يكون off بدي هذا يكون very low. Very low resistance بحصلها ب conducting transistor. هون نفس الشيء. When I wanted to go on أدخله على saturation I wanted this to be very high. When I want this to go into saturation هذا بيكون on. I want this to be very high which is equivalent to an off transistor. فهاي الكونفيجريشن اللي احنا سميناها بعالم الكترونكس توتم بول، يعني واحد دائما عكس الثاني شغالات. هذا الحكي عملناه احنا بالار تي ال عن طريق الاكتف بول اب، بس انجبرت هناك احط هذا دايركت وهذا ثرو ان انفرتر. هلا في عندي اذر ميجر اللي هو هذا الكونفيجريشن.
هذه الكونفيجريشن احنا سميناها شو المره الماضيه؟ فيز سبليتر. الفيز سبليتر من ميزاته له 3 مين كاركترستكس بتهمنا بالفيز سبليتر. الفيز سبليتر اولا الانبوت كاباسيتنس ريزيستنس تاعه هو ال HFE في ال RE. يعني if I look at the resistance من هاي الناحية وعندي ال voltage gain على جهة ال emitter شفناها almost one وال voltage gain على جهة ال collector minus RC على ال RE. هذول ال 3 main characteristics اللي بتهمني صحيح من الفيس سبليتر. فحطيت الفيس سبليتر حسب اللي هون اني فولتج جين هنا راح يكون هنا اولموست 1 تو 1 اني فولتج جين هنا راح يصفي ماينس ار كوليكتر على ار ايميتر على الجهه الفوقانيه اصبح اف اي انكريز هير اي ويل بي انكريزينج هير اند ديكريزينج هون اف اي ديكريز هون اي ويل بي ديكريزينج هون اند انكريزينج ات ذس سايد فأمن لي اللي بدي اياه. ال RE introducing ال RE I will be working more in the active region. بعدي هذا اخذت نفس القصة اللي هو ال input transistor تاعي هذه one of the basic circuits اللي بال TTL لكن هون حسب ما هم الكلاسيكال 1 2.4K وهذه 1.4K وهذه 1K وهي بتوقع بحدود ال 100 اوم هاي ال V1 وهاي ال V2 هلا حتى نشوف كيف بتشتغل شفنا الـ sequence of events اللي بين الـ T4 والـ T3 وهلا بدي أحسب sequence of events إذا تتذكروا كان كالتالي بيكون أول شيء off أول حالة لما يكون الـ V base 4 is in the range of 0 volt بيكون الـ T4 off والـ T3 off بعديها بصير عندي هنا on كلمة on أنا بذكرت شو هي هل هي active ولا هي saturation لكن on أكيد و most probably راح يبدأ بـ active region وهذا لسه بعده off بعديها هذا بيظل active بيزيد في الactivity حتى يحصل هذا active بعديها هذا بيجي على اكتف هذا شو بصير؟ ساتوريشن وبعديها هذا ساتوريشن وهذا ساتوريشن هاي الايفنتس اللي بتحضر على تي 4 والتي 3 بقي عندي حتى احللها صح بدي اشوف اي نيدد انه لما يكون التي 3 ساتوريشن I want T2 to be off. فإف I assume that my T3 is already in saturation اللي هي الحالة الأخيرة and my T4 is in saturation or at the edge of saturation حالتين will be valid يكون عندي حسب ال voltages اللي افترضناهم قلنا V base emitter 3 بيكون 0.8 فولتس V collector emitter T4 بده يكون بحدود 0.2-0.3 فولتس فبيكون عندي الفولتج هون 0.8 plus 0.2 او 0.3 بصير عندي around 1 فولت 1 فولت is enough بين ال 1 هذا مش الفولت اللي هون
0.2 1 مع 0.2 شو بيصير عندي هذا 0.2 فولت فال 0.2 فولت شو معناته هذا ترانزستور اكتف او ساتوريشن حتى فان جبرنا نضيف هنا الدايود وهذا الدايود فانكشنالي از جاست تو فوربيد التي 2 فروم بينج neither active nor saturation when T3 is saturated. فحطينا الدايود اللي هو هلا صفت عندي هذه one of the basic configurations. دكتور بس لو بدي اجيب الدايود اول شيء كانه مش موجود كان عندي ب when I introduced this T2 اللي هو مثل لي الاكتف pull up كان افتراضي انه when T3 is saturated I wanted T2 to be off and when T3 is off I wanted T2 to be either saturated or active at least فلما افترضت انه هذا saturated هذا بيكون saturated either ال T4 active وهو saturated or both are saturated الأسوأ بالنسبة لتحليل له هو انه both saturated هلا بجربها على الاكتف كمان اذا هذا saturated ليش بكون الفولتج هون 0.8 واذا هذا saturated ليش بكون الفولتج هون 0.2 ليش بكون الفولتج هون 1 فولت هذا saturated ليش بكون الفولتج هون 0.2 ليش الفرق بين البيس والكوليكتر والإيميتر 0.8 شو راح يكون saturated إذا بدي أعتبر إنه T4 مش saturated اللي هي الحالة هذا saturated 0.8 هذا بيكون أعلى من 0.2 فبالتالي هذا راح يكون أعلى من ال 1 لسه الوضع أسوأ فاثنين بيصيروا saturated وما هذا الحكي ما بدي إياه فانجبرنا أحط هنا الدايود حتى أأمن هذا الكونديشن إذا كان الثاني deep saturated أنه واحد منهم؟ T4 deep saturated يكون الفولتج هناك يعني هاي 0.7 نقدر نحكي 0.8 بحكي عن الدايود 0.7 0.8 هاي 1.5 لو كان هون مثلاً 2 فولتز يكون اشتغلوا 2 saturated مستحيل لأنه طلعوا إذا هذا saturated مزبوط هذا قديش بكون؟ وهذا خليه على الـ edge of saturation 0.3 0.8 و 0.3 1.1 1.1 وهنا قديش؟ 0.2 صح؟ الفرق بين الـ 1.1 والـ 0.2 كم؟ 0.9 Is 0.9 enough to forward bias two junctions? No way قص من هذا الجزء هلا شو الفائدة من الدايود يا جماعة خلينا نسأل بديش الاثنين يكونوا ساتوريتد ات ذا سيم تايم الريزيستر ما بده بقدرش يعمل فولتج شيفت يعني بجوز بيطول وهو بالاكتيفيتي بس ما بمنعه انه يكون فورورد بايز هلا شو بدي اعمله احنا اي جيت بنشوفها شو بنرسم فيها شو بنرسمها دائما الانبوت اوتبوت كاركترستيك او الترانسفير كاركترستيك هي عبارة عن V output versus V input قاعدة عامة I have to disable all inputs except one disabling TTL لأنها NAND gate is connecting it to VCC طبعا عمرها موصل VCC directly موصلها through an R
لكن الآن كوني أنا بدي أعتبر حالي I disabled all other inputs بدي أمحيهم. اتفقنا؟ هم موجودات بس disabled. فبدي أريح حالي وأقول إنه الفيتو هذه مش موجودة. صفى عندي هذا الفي انبوت وهذا الفي اوتبوت. راح نشوف انه اسهل لنا ناخذها على مراحل. المرحله الاولى بدل ما احط الفي انبوت بدي احط الفي بيس فور. طبعا بدي اخذ المرحله الاولى v output versus v base 4 بعدين بدي اخذ v base 4 versus v input بجمعهم بصفي عندي v output versus v input. ما نسوي الاضبط كنا ناخذ v input لكن راح تتعقد معنا الحسابات ناخذها على مرحلتين. فهون بدي احط انا v base خلينا نحاول V base 4 نبداها من الصفر ونزيدها. لو أخذنا ال V input لكان ما بلشتاش من الصفر بصراحة. هلا when V base 4 is 0 volt بدي أكتب هون عشان أصير أمحي. إذا أو خلينا نكتب هون وبعدين بمحيه وبحط لك الجملة اللي وراها. إذا V base 4 equals 0 volt شو بنتوقع يكون الستيتس تاع T4 والT3؟ واضح انهم اوف. ما بقدر اعمل لا فورورد بايسنج هون وبالتالي ما راح يعمل فورورد بايسنج هون. بضلني ازيد هلا اذا هذا 0 هذا شو بده يكون اوف وهذا اوف. بتوقع على التي 2 يكون حسب يا اون يا سجلين. هلا بشوف عايش بده يعتمد بس اكيد شغال هذا الخط. هلا في حاله الفي بيس 4 ايكوال 0 بدي مؤقتا امحي الاشياء اللي بتخفف علي بس الرسم كانه هذا مش موجود وكأنه هذا مش موجود. صح؟ صارت الاوتبوت سيركت هيك. هلا هذه الاوتبوت سيركت وين واصلة؟ انا دائما نتفق على انه اذا بدي ارسم ريل وبراكتيكال انبوت اوتبوت كاركترستيك بدي اوصلها على لود واللود لازم يكون سيميلر جيتس دريفن جيتس. فبدي هلا هاي اوصلها. هاي كيف توصل؟ هاي هيك واصلة مش هيك الدريفن جيتس. وطبعا عددهم انا اي دونت نو لحد هلا. هاي هيك شغالة. طب ليش رسمناها؟ مشان اذا حكيت لك انه في كرنت هناك ما تفكروش طالع بالهواء انه في سيركت هناك. يعني هذا الجزء هو اللي دريفن سيركتس فان اوت. كيف بصفي عندي هلا وات از ذس في؟ هذا الفي اوت صح؟ اتذكروا بس انه الفي اوت هذا ها اكيد هاي صح؟ انا بدي اياه يكون هاي هذا ناند جيت. اللي على الجهه الثانيه التي 3 والتي 4 شو بيكونوا؟ saturation. يعني هذا الهاي هون جاي لما يكون هذا هاي مش عم يكون اللي هون saturated. مش هيك ترتيبة الناند أصبح إذا هذا أنا عارفه هاي مش عارف قديش الهاي تاعه بس أنا بعرف إنه لازم يكون logic one. he it is driving the driven gates اللي وراي. بالدريفن جيتس الفي بيس 4 ب
بلي دريفن كم دي الفولتج بلي دريفن جيس الفي بيس 4 قد ايش؟ 0.2 لازم كل مره ارسمهم 0.8 قد ايش؟ 1.6 في تي 3 و تي 4 هاي 1.6 فولتس عليها على الجهه هذيك. هلا خليني اشوف شو الفولتج اللي هون. انا بعرف انه هذا هاي وهذا هذا ترانزستور باي مود شغال. هذا الترانزستور باي مود شغال انفرس اكتف او اكتف انفرس. في تيار ماشي في بس قليل. كل معي بالدريفن جيت او بالدريفن جيتس البي 4 التي 4 والتي 3 ار ساتوريتد. فالفي بيس 4 تاعت الدريفن جيتس از 1.6 فولت. التي 1 اوف ذا دريفن جيتس از ان ذا اكتف انفرس مود. ذير از ا كرنت طالع صح سمول بس موجود. بما انه موجود ما راح يجي من فراغ، راح يجي من هون. اصبح في كرنت ماشي هون مظبوط. انا بعرف اساسا لما يكون هذا اوف هذا لازم يكون اون، ففي كرنت ماشي هيك. هلا اوبا بيبقى علي شو بسوي؟ بدي احسب هذا الكرنت. وليش بدي احسب هذا الكرنت؟ بدي احسبه لانه حسب قيمه هذا الكرنت بقدر احدد قديش الفولتج على الدايود وقديش الفولتج على البيس ايميتر وقديش في دروب اوف فولتج على هذا الار. اذا عرفت الكرنت بقدر احدد الفي دي وبقدر احدد الفي بيس اميتر اوف تي 2 وبقدر احدد الدروب اوف فولتج على الار كوليكتر 4 وبالتالي بقدر اطلع الفي ار. صحيح؟ يعني هلا بالنسبه الي الفي اوت شو تساوي؟ تساوي الفي سي سي ماينس الار كوليكتر 4 هاي كانت صح؟ مضروب بالاي بيس 2 هو الاي بيس 2 ماينس في بيس اميتر 2 ماينس في دايود. هاي الجنرال فورمولا اللي بدي اطلع منها الفي ار. كل معي؟ في حدا مش موافق؟ اه ولا لا؟ كل موافق. نمشي خطوه لقدام. إذا هذا التي 4 تاعه ساتوريتد والتي 3 ساتوريتد، هون شو حسبنا؟ 1.6. هذا انفرس اكتف مود. بدي احسب قديش البيس كوليكتر بدي افترضه. عادة قلنا في البيس كوليكتر بالاكتف العادي حوالي 0.75، مش اتفقنا؟ هلا إذا بدك تنزله لأنه بيس كوليكتر نزله. بدل ما تحطه 0.75 تحب تحطه 0.65 كونه هو الكروس سكشنال اريا تاعته كبير، بصير منطق صح؟ منطقنا بنقول انه خليه 0.65. هون 1.6 و 0.65 شو بيطلع عندي؟ 2.25. الفي البيس one of the driven gates عبارة عن 0.8 plus 0.8 plus 0.65. هذا base emitter
3, base emitter 4, base collector 1. طلع عندي 2.25. إذا عندي هنا في الدريفن جيت 2.25، قديش البيس كرنت تبعت الدريفن جيت؟ 5.25. الاي بيس 1 اوف ذا دريفن قديش تساوي؟ 5 في سي سي ماينس 2.25 على قديش كان؟ 2.4 الستاندرد كلاسيك. واحد يحسب لنا اياها بس، 5 ماينس 2.25 على 2.4. ولا معك الكمبيوتر ولا حدا؟ سكرت؟ قديش بعطيني بس؟ 1.145. إذا هذا الـ I base، إديش الـ I emitter؟ نضرب الـ HFC، هذا inverse active mode، أو برجع لقصتي القديمة إنه في الـ inverse active mode بتكون ملخصها صح؟ الـ I collector is equal to I base plus I emitter، والجزء الأكبر جاي من الـ I base. فإذا كانت الـ I collector تساوي الـ I base plus I emitter، هذا الجزء الأكبر اللي هو 1.145 أغلب الظن هذا عادة قريب من 2% منه، قريب من 2% منه. هلا هذا 2% ممكن يصير 1%، ممكن يصير 3% حسب ال HFC تبعت الترانزستور. لكن إذا أخذناها خلينا نسميها ال average of the transistors available حوالي 2%، 2% من 1.145 شو بيكون عندي؟ حوالي 2. هذا الـ IBS1 اللوح صغير، I emitter1 بيكون 2 في 4 2 في 5 في 1 9 حوالي 23 مايكرو أمب. شو وصلنا؟ الـ I